وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض وعلى الهواء مباشرة المحلل السياسي مبارك العاتي. سيد العاتي، يعني كما علم الجميع أنه على الرغم من الوساطة التي قام بها الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني مع المملكة العربية السعودية وهي بخصوص نقل الحجاج القطريين، غير أن النظام في قطر لا زال يحاول تسييس الحج. أنت سيد العاتي كمحلل سياسي، ألا ترى بأن ذلك القرار يعتبر مسيء أساسا للسلطات في الدوحة عبر منع مواطنيها من تأدية ركن رئيسي من أركان الإسلام؟ بالضبط كما أشار حضرتك في السؤال، وأبدأ من حيث انتهيت. بالفعل سلطات الدوحة الآن بهذا القرار الأرعن ورفضها هبوط الطائرات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تكون قد أكدت أنها تسعى لحرمان الأخوة القطريين من أداء الركن الخامس أسوة ببقية إخوانهم المسلمين في بقاع الأرض. ولكن وما هذا الرفض، ستجد سلطات الدوحة نفسها مرغمة على أن تسمح للأشقاء القطريين بأن يذهبوا عبر منفذ سلوى لتأخذهم طائرات خادم الحرمين الشريفين من مطار الأحساء ومن مطار الملك فهد الدولي بكافة الطائرات وبكافة وسائل النقل الأخرى أيضا لتنقلهم إلى الأماكن المقدسة لأداء حجهم بكل يسر واطمئنان وهم في ضيافة خادم الحرمين الشريفين. علما أن النسبة التي كانت محددة ضمن ما حددته منظمة التعاون الإسلامي للشعب القطري كان 1800 حاج فقط تقريبا، ومع ذلك أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح كافة السبل للشعب القطري بأكمله في حال أراد الحج دون تحديد أي نسبة ودون تصريح إلكتروني ودون أي عواقب. إذن القطريون يعني مفتوح المجال أمامهم لأداء يعني للحج بدون كوتا، العدد مفتوح الآن للتواجد في مكة المكرمة. نعم، طيب سيد مبارك، الآن في اعتقادك ما مدى تأثير استمرار النظام في قطر في تسييسه لموسم الحج وعدم استجابته أيضا لبقية المطالب للدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الرأي العام القطري؟ أخي، الرأي العام العالمي والرأي العام الإسلامي والرأي العام العربي بل والشارع القطري كلهم الآن أدركوا أن ورقة استخدام الحج قد سقطت تماما من سلطات الدوحة، خصوصا أن زعيم الدبلوماسية القطرية وزير خارجية قطرية كان يتناقض مع نفسه في لحظة واحدة عندما قال أن تم منع الحجاج القطريين لدوافع سياسية، ثم عاد وقال أن تم السماح للحجاج القطريين هو أيضا لدوافع سياسية، بمعنى أنه كان يريد الإصرار على استخدام ملف الحج كملف ابتزاز وملف مقايضة سياسية. لكن أمر خادم الحرمين الشريفين قد أسقط هذا الملف تماما من أي حسابات، والمملكة تعتبر أن الحج بعيد عن أي مزايدات أو أي ابتزاز أو أي مناورات سياسية، وأن الحج مكفول للأخوة القطريين ولكل مسلم من كل فج عميق في أنحاء المعمور ومع ذلك بأشقائنا الشعب القطري. أنا أجزم أن السلطات الدوحة الآن قد تعرت تماما أمام الرأي العام وأمام الشعب القطري نفسه، والشعب القطري أدرك أن سلطات الدوحة بالفعل كانت تغمي على عينيه، وكان هو المختطف الوحيد والمغيب الوحيد، الشعب القطري كان هو المغيب الوحيد حتى اللحظة عن الأزمة القطرية. لكن اتضح له أن سلطات الدوحة كانت تريد احتجاز الشعب القطري بأكمله، تريد ارتهان الشعب القطري بأكمله، الآن يعيش أشبه ما يكون بالاحتجاز القطري الكامل لكل الشعب القطري، وتحاول منع كل الحدود وإقفالها عن الشعب القطري عن أن يؤدي فريضة الحج، ومع ذلك أسقط في يده عندما سمحت المملكة فتح كل السبل أمام الحاج القطري الشقيق. نعم، إذن من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.